A, it's our 0.25 ohms. RF تساوي 170 75 اوم، هلا لازم نحط احنا هون RF و LF للفيلم، ها؟ هذه 175 اوم. هلا هذا عندي راح اخلي الفا في بتساوي 0، فالفولتج اللي راح يطلع منه راح يكون شكله زي هيك. بتعرفوا تتعاملوا مع هذا الفولتج؟ قديش الافرج فاليو لهذا الفولتج؟ البيك على الباي على 2، تمام. والار ام اس نعرف، بس احنا الار ام اس ما بيهمني في حاله الدي سي سيركس، بهتم بالبيك لانه راح يصير هذا اللود بعتبره هيفلي اندكتيف، بحيث انه الكرنت اللي بمر في الفيلد راح يكون هو الافرج، هو الافرج فولتج مقسوم على ار. هلا الفولتج اللي جاي عندي من السورس 208 ار ام اس، اذا هذا هون 208 فولت ار ام اس. قديش اذا البيك تبعت الفولتج اللي جاي عندي؟ بتصير عندي في بيك بيساوي 208 بجذر 2 اظن بعطيني 296 294 0.16 فولت. اذا اي فيلد افريج بيساوي 290 94.16 على 170 75 اوم، فبيطلع الكرنت عندي في الفيلد 1.274 امبيرز. اذا هي طلعنا الكرنت اللي ما، وهذا ما راح نغيره، ما راح نغيره خلال عملية الاوبريشن تبع الدي سي درايف، راح نخلي هذا ثابت، راح نضل هون الفايرنج انجل زيرو، وراح ادخل الفول فولتج على الفيلد، والفيلد هذا راح يعطيني الفول اكسايتيشن تبعت الدي سي موتور. وهون واضح ليش ما اخذتش الار ام اس فاليو، اخذت هون الافرج فاليو، لانه اللي راح يصير هذا الاندكتنس راح اعتبره فيري هاي فيري لارج، فالريبل هون راح يمر، راح يمر عندي افرج كرنت مساوي للافرج فولتج مقسوم على ار، ما راح يكون في ريبل كرنت. بس دكتور 1.68 الرقم بيطلع 1.68، مش ايش الغلطان اللي هو الغلطانين فيه هون الافرج. انا مش مطلع الافرج، اسف، انا مطلع البيك مش مطلع الافرج. فهون بصير عندي هلا في افرج بيساوي 294.16 على باي على 2. قديش تطلع هذه معك؟ 187.26 فولت. هلا هاي بنحط 187.26 بيطلع 1.274، مضبوط؟ ولا 27؟ 147، ليش حطيت انا 175؟ 147 هاي 147 هون، وهذه 147 هون. اوكي، تأكد منها مضبوطة؟ اوكي. طيب هلا هذا المحرك تتذكروا انه في له كونستنت، والكونستنت هذا نفسه هو اللي بحدد التورك، هو اللي بحدد الباك يا مان. فاحنا المحرك هون هيو هذا الفي اي سميها في ارمتشر، عندي هون ار اي وال اي، وهذه هون ار اي بتساوي 0.25 اومز، وال اي ما بتهمنيش قيمتها، بهمني اعرف بس انه ال اي كبيره لدرجه انه ما فيش عندي ريبل في الكرنت. وعندنا هون الاكسايتيشن اللي جاي من الفيلد، واي فيلد هون قلنا بيساوي 1.274. هلا في عندي كونستنت لهذا المحرك كي في بيساوي 0.25 اومز، لا 0.25 اومز الار اي 0.7032 0.7032. لاحظوا هلا هذا الكونستنت وين بيجي؟ بيجي في معادلتين، التورك تبع المحرك بيساوي كي في، هلا هذا وحدته فولتس بير امبير بير راديان بير سكند ماينس 1، يعني فولتس بير امبير بير راديان بير سكند. هلا عندي تي، التي التورك اللي بينتج عن هذا المحرك اللي هو الالكترومغنتيك تورك بيساوي كي في في اي ارمتشر في اي فيلد، كاني عمالي بقول انه اي فيلد في كي في بعطيني فاي او بعطيني شيء بتناسب مع الفلكس. والوحدات صحيح بتتذكروا تاكدنا من الوحدات المره الماضيه، لانه هون عندي هذا فولتس بير امبير بير راديان بير سكند، لما بضرب فولتس بير امبير في امبير بصير عندي فولتس بير راديان بير سكند، لما بضرب فولتس في امبير بصير عندي فولت امبير راديان بير سكند. بس فولت امبير شو بتساوي؟ واتس، واتس بقسمها على اوميجا بتعطيني تي بالنيوتن متر.
والمعادله الثانيه اللي هي الباك ام اف اللي هي جنريتد فولتج بيساوي كي في في اي اف في اوميجا، واوميجا وحدتها راديانس بير سكند. فهون نفس الشيء، هذه فولت بير امبير بير راديان بير سكند، لما بضربها بامبير بتصير فولت بير راديان بير سكند، لما بضربها براديان بير سكند بتعطيني فولت اللي هي وحده فولت اللي هي الباك ام اف اللي بعطيني اياها هذا المحرك. هلا خلينا نكمل الحل. هلا من هون بدنا نطلع، المطلوب اني اطلع الفيلد كرنت، طلعنا اي فيلد كرنت، وهذا ايش معتبرين، في ريبل ولا دي سي؟ دي سي معتبرينه بيور دي سي، يعني هذا المحرك الكرنت معتبرينه انه بيور دي سي. انا هون عندي هيفي اندكتيف لود، معتبرين ما فيش فيه اي ريبل. هذا اول شيء مكتوب كقيمه الاندكتنس هيفي اندكتيف. شو معنى كقيمه كارقام؟ يعني كم الرينج تاعت عشان تكون، يعني احنا لما بنقول لود هيفي اندكتيف مثلا بده يكون عندي تان ماينس 1 اوميجا ال على ار تقريبا بده يساوي 90. يعني مثلا خلينا نقول هذا بيساوي 87، 87 بنعتبرها قريبه لل 90. فلو كانت هاي بتساوي 87 اوم، ار انا عارفها مش هيك، قديش ار؟ 0.25. هلا شو اوميجا اللي بدي استخدمها؟ هي الريبل هذا مش هيك؟ هو ما بشوف ال 50 هرتز او 60 هرتز، هو بشوف ال 100 هرتز او 120 هرتز. الفريكونسي احنا عندنا هون 60 هرتز مش هيك؟ 120 او هاي على الاقل الفاندمنتال، طبعا اظنها 60 هرتز، فهي راح تصفي 120 هرتز. فبصير عندي اوميجا هي عباره عن 2 في باي في 120 في ال تان انفرس بيساوي 87. خذ لي تان ال 87 قديش؟ 19 بيساوي 2 باي 120 ال على 0.25، اضرب 0.25 في 19 واقسمهم على 2 باي 120. ستة ملي هنري. اوكي مقبول، يعني الرقم هو فعليا ما رح تلاقي هيك، يمكن يكون اقل من هيك، بس 6 ملي هنري الرقم مقبول. مزبوط هيك الرقم، متاكد منه؟ مزبوط مزبوط، يعني مش صعب، مش صعب جدا نجيبه، بس هو فعليا رح يكون في ريبل. انت لو جيت قست رح تلاقي انه في ريبل، بس هاي هي الكرايتيريا 87 88 89 بهذه الحدود بنعتبره انه هيفلي اندكتيف لود، فبعتبر انه الريبل خفيف جدا في هذا اللود. هلا بدنا نحسب الزاويه، بدي احسب الزاويه اللي مطلوبه حتى يطلع معي الارمتشر ريكتيفاير. هلا اللود التورك تبع اللود تي ال بيساوي 45 نيوتن متر ات سبيد اوف 1000 ار بي ام، يعني لما يكون يلف على 1000 ار بي ام اللود بده 45 نيوتن متر. هذا هو التورك اللي بده ينشا عندي، وراح اعمل الفيسكس فريكشن وراح اعمل النو لود فريكشن، والفريكونسي عندنا 60 هرتز. هلا خلينا نطلع هاي المعادله، التورك شو بيساوي؟ بده يساوي كي في عندي واي اف عندي، شو بقدر اطلع؟ اي اي، اذا اي اي مطلوبه حتى يعطيني هذا التورك بدها تساوي التورك اللي هو 45 على كي في اللي هي 0.7032 في اي اف اللي هو 1.274 50.23 اذا 50.23 امبيرز. وهون انا كمان بفترض انه اي راح تكون ريبل فري، الكرنت اللي بمر في هذا المحرك. هي طبعا واضح من هذا القانون، احنا بنقول عمالنا انه التورك اللي بنشئه المحرك بيساوي كونستنت في الفيلد، هذول الاثنين كونستنت، فبصير تغييري للتورك هو تغييري للارمشر كرنت، فلازم يمر عندي هذا التورك اللي موجود هون. هلا حتى اطلع هذه بدي اطلع، خلينا نشوف. هلا هون السرعه احنا عارفينها مش هيك؟ فاذا السرعه عارفينها واي اف عارفينه وكي في عارفينها، ايش بقدر اطلع؟ باك ام اف. اذا الباك ام اف على هاي السرعه بدها تساوي كي في اللي هي 0.7032 في اي اف اللي هو 1.274 في اوميجا، بس اوميجا انا عندي اياها وحدتها اربعه، بدي احولها، فبنقسم 1000 على 60 وبضرب في 2 باي، فبصير عندي الباك ام اف قديش؟ 93.8 فولتس. اوكي، هلا القانون الاساسي شو بقول؟ العلاقه بين اي جي، هي اي جي هون وفي اي، في اي بتساوي الفولتج دروب هون زائد اي جي مش هيك؟ فاحنا بنقول انه في اي بتساوي باي اي ار اي. قديش قيمه الفولتج دروب على الاندكتر ات ستيدي ستيت كونديشنز؟ زيرو. زيرو، دي اي على دي تي راح يكون زيرو، فبيكون عندي هذا بيساوي اي جي. اذا انا عندي عندي اي اي، بدي اطلع هذا الفولتج، الفولتج اللي بدي احطه هون، فعندي في اي الان شو بيساوي؟ اي اي قديش؟
50.23 بدي اضربه في 0.25 زائد 93.8 بيطلع معي 100 وشيء مش هيك؟ 106. اتاكد بس الرقم انه صحيح. بيطلع معي 106.38 ها؟ هذا الفولتج من وين بده يجي؟ من وين بدي اجيبه هذا الفولتج؟ من الدرايف. من هون. طب وهذا كيف راح اغيره؟ بالفايرنج انجل. بالفايرنج انجل، اوكي. اذا بدي الاقي علاقه بين الفولتج اللي جاي من السورس والفايرنج انجل حتى يطلع معي هذا الفولتج اللي هون. هلا هذا بدون اثبات راح احط المعادله هون. عندي في افريج بدها تساوي بدها تساوي في بيك في كوساين الفا زائد واحد، وبعدين اظن مقسوم على 2 باي مش هيك؟ هاي الهاف كنترول، هذه الهاف كنترول، خلينا نتاكد بس انها على 2 باي في ماكس، في ماكس على باي. هلا نتاكد منها. لما تكون الفا 0 قديش كوساين الزيرو؟ واحد. واحد واحد 2. فبتصير هاي ات الفا بتساوي زيرو في تي على باي على 2، اللي هي كانه فيش كنترول، اللي هي كلها طالعه كامله من هون. فلما نغير هذه طبعا الهاف كنترول، الفول كنترول رح تختلف معنا. الفول كنترول اصلا بصير فيها كوساين الفا وهون بصير باي على 2. إذا هذا عندي القانون اللي بربط الافرج بالبيك. البيك بس انا عندي الار ام اس مش هيك؟ انا عندي هون 208 فولتس ار ام اس، بتطلع البيك تبعها، طلعنا احنا البيك تبعها قديش كان؟ 294 مش هيك؟ ماشي، الكل واضح فاهم شو الهاد؟ عمالنا بنقول انه الويف فورم اللي جاي من السبلاي الار ام اس تبعها 208 بس البيك تبعها هون 290 94.16 فولت، هذا البيك تبع الويف فورم. الافرج اللي راح يطلع لما ببدا بعمل فايرنج انجل من هون على هاي راح يطلع معي في بي على باي كوساين، واذا بدك تتاكد منها لما تكون مثلا لما الكوساين تكون قديش عندي 180، قديش كوساين 180؟ ماينس 1 ماينس 1 1 0. يعني ايش معناها فيزيكلي هاي؟ معناها اخرت الفايرنج انجل لوصلت هون، شو ضل من هاي؟ ولا شيء. اوكي ماشي واضح. لما تكون 90 رح تعطيني نص القيمه مظبوط. لما تكون كوساين ال 90 قديش؟ زيرو. زيرو رح يضل واحد في في على باي، في باي على في في بي على باي رح تعطيني نص الويف فورم. اوكي ماشي واضح. هيك تاكدنا من القانون. طبعا لو كانت فولي كنترول بيختلف الوضع. القانون مختلف لانه بتصير عندي هذيك بهذا الشكل هيك، فصار عندي الجزء النيجاتيف هذا يطلع بالفولي كنترول، بس احنا عندنا هاف كنترول. دكتور يعني فعليا بهي الطريقه بيعطيك فولتيه اعلى؟ هو هذا يعني ما اظن استخداماته صارت قليله جدا، بس هو تاريخيا موجود هذا السؤال انا حليته. انا كان لازم اختار احسن الفولي كنترول. هلا بعطيكم الفولي كنترول بتحلوه انتم. الاحسن اني اختار الفولي كنترول، وحتى مش رح يكون سنجل فيز، ايش رح يكون؟ ثري فيز. ثري فيز ليش؟ المصانع كله ثري فيز. باور فاكتور بيكون احسن وبوزع الحمل على الثري فيزز، فبكون هذا عاده فعليا رح يكون ثري فيز كنترولر. فولي كنترول، فولي كنترول ثري فيز كنترولر، فبتكون الاوتبوت بتناسب مع كوساين الفا في 3 بجذر 3 في بي اللي شفتوها اللي كنا نحكي عنها. طيب هلا هون صار عندي، اذا انا بدي اربط الان، انا بدي يطلع الافرج فولتج 106، ليش اخذت الافرج ومش الار ام اس؟ دي سي. لانه بيور دي سي، عم بمر عندي بيور دي سي، يعني ما في ريبل، فيش ريبل، لو في ريبل كان لازم اخذ اي سي كومبوننت ودي سي كومبوننت واخذ الار ام اس. اذا عندي الان بدي اطلع الفا بحيث انه في بي هاي اللي هي 294 فولت 294.16 على باي في كوساين الفا اللي بدي الاقيها زائد واحد بدها تساوي 106.38. يعني شو عمالنا بنحكي احنا؟ بدك تحدد الفايرنج انجل. بدي الاقي فاير انجل، عمالي بقول اذا لازم احط فايرنج انجل معينه بحيث انه الافرج فولتج اللي يطلع من هون يكون 106. طبعا ما رح يكون هو بيور دي سي كفولتج، كيف رح يكون شكله؟ زي هيك. بدي الاقي هاي الفايرنج انجل اللي بدي اغيرها من هون بحيث انه هذا يعطيني فولتج الافرج تبعه يمشي كرنت دي سي، لاحظوا الكرنت دي سي مش ريبل، ما فيش فيه ريبل، بحيث انه عند هذيك النقطة قديش التورك اللي راح يعطيني اياه؟ 45 نيوتن متر لما سرعته تكون 1000 ار بي ام، اوكي؟ قديش تطلع معنا؟ 82.87 اذا الفا بتساوي 82.17 ديجريز، يعني هون لو اجينا هون هلا وطبقناها 82 اقل شوي من ال 90، فاللي راح يصير معي هيك هي تقريبا ال 90 هون هي 82، فراح يصير عندي الفولتج بهذا الشكل، وهو نفس الشيء حيكون تقريبا هون بهذا الشكل. الافرج كرنت راح ينزل مش هيك؟
فراح يصير مثلا الافرج كرنت هون بهذا الشكل هيك. عند هاي اللحظه بمر كرنت دي سي، لاحظين دي سي الفيلد سيركت ما لعبت فيها، ضلت تعطيني قديش 1.275 و 1.274، مظبوط 1.274، فهي ما غيرنا فيها واعتبرنا انه كمان الكرنت كونستانت من هون. هلا تغييري للتورك بايش عم بغير؟ ايش عم بلعب؟ بالفايرنج انجل، بغير بالفايرنج انجل، بغير بالفايرنج انجل بتغير الفولتج، لما يتغير الفولتج بتغير التورك اللي بتغير الكرنت، تغير الكرنت هون بتتغير السرعه حسب طبعا القوانين اللي موجوده هنا. فانا اذا بدي اجيب هذه السرعه من هون بدي اغير 82.17. هلا خلينا اول شيء بس احط هذا الجواب، اذا هذا صار عندي الجواب الثاني اللي هو بي الفا بتساوي 82.17 ديجريز. اوكي دكتور، كنا نشتغل فور كوادرنت، لازم نجيب خبرك مش هيك؟ هذه هون سنجل كوادرنت، ما بقدر يعطيني غير وان كوادرنت بس، ما بقدر يعطيني يعني هون بهذه الحاله بيشتغل بس بهذا الكوادرنت، لانه الفولي كنترول ممكن يعطيني 2 كوادرنت.